بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون الأفاضل، أجدد معكم التحية والترحيب عبر قناة الريان في هذا المحلي الثالث الذي نشهد نحن وإياكم تحديات سن اللقاية لشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة مع انطلاقة شوطنا، شوط 20 الخاص باللقاية. الإبكار ينطلق بحفظ الله ورعايته، ثم بجهود الرجال العاملة على أرضية هذا الميدان ينطلق شوطنا بأسماء المميزة. مقدمة الشوط المركز الأول، البداية الأولى، نتابع في هذه اللحظات عروبة لهجني أم الزبار. من يتابع لنا عروبة؟ ناصر بن حمد من مسبر الشهواني الهاجري. من يقدم لنا عروبة هنا على المركز الأول؟ بينما المركز الثاني نقلة والدور إلى المركز الثاني، نتابع نحن وإياكم أيها المشاهدون الكرام، أيها المتابعون الأفاضل، الحضور من قبل وانطلاق مزايا من تحضر في هذه اللحظات أو هذه الأبرقة لهجني أم الزبار. علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق، من يتابع لنا مزايا في هذه اللحظات على المركز الثاني؟ المركز الثالث اللي حاضر في هذه اللحظات، الحضوري من قبل النواية لهجني أم الزبار، عبد الله بن علي بن حمد من سلامة الهاجري يحضر المحنك على المركز الثالث مقدما لنا نواية. بينما المركز الرابع نتابع هتان لهجني أم الزبار، أيضا المحنك عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري من يتابع لنا هتان. خامسا أيها المتابعون الكرام، من الجانب الأيمن من تتواجد هناك في هذه اللحظات الحاضرة، الشعلة لهجن المرقابة، من يتابع لنا الشعلة؟ خميس بن سعيد بن صالح الزرعي. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز الأولى لنداؤنا الأول. العودة مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، من تقود المسيرة بأدائها المميز؟ عروبة، عروبة هجني أم الزبار، ناصر بن حمد بن مسبر الشهواني الهاجري قائد المسيرة ينطلق في هذه اللحظات على المدرج الأول، على المركز الأول. بينما الحضور بدأت تحضر اللقاية، بدأت تشكل الخطورة هنا على عروبة، حاضرة هنا نوايا هجني أم الزبار، عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري القادم على المركز الثاني يقدم لنا نوايا. حضر المحنك في هذه اللحظات. المركز الثالث، أتابع الشعلة لهجني المرقاب، خميس بن سعيد بن صالح الزرعي الحاضر على المركز الثالث يقدم لنا حضوره وانطلاقته في هذه الأثناء الشعلة. بينما المركز الرابع أتابع طرب لهجن أم الزبار، أول نداء لطرب من تحضر بشعار علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق الحاضر على المركز الرابع. خامسا أيها المتابعون الكرام، حضور من شخصية هجن الشحانية الحاضر مع الذهبي سالم بن فاران المري قادما في هذه اللحظات على المركز الخامس. أكد ونداءنا الثاني للخمس المراكز الأولى، ولكن بوابة العبور الكيلو الأخير، العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى نوايا هجني أم الزبار. ينطلق المحنك على البداية، هنا ينطلق عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري ينطلق على البداية بأدائه المميز الذي اعتدنا على المحنك وأدائه الممتاز. بينما الحضور حضرت شخصية أجر الشحانية الحاضر الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا شخصية وأدائه المميز على المركز الثاني. بدأ النزاع ولكن غادرت نوايا 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 نوايا. الله يا هجن أم الزبار، راح المحنك. هنا من ينطلق في هذه اللحظات؟ عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة، ولكن شخصية الله
الله الله الله الله الله الله الله الله، شخصية شخصية شخصية، الجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري مع شخصية وادها المميز. سلام يا شخصية وسلام للذهبي سالم بن فران المري. المركز الثاني نوايا اجن ام الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. المركز الثالث هنالك حضرة عروبة لاجن ام الزبار عبد الله بن علي، او هنالك ناصر بن حمد بن مسبر الشواني الهاجري. المركز الرابع شعار انسجام لاجن ام الزبار محمد بن خيت بن حميدي بن مرقان مقالح. المركز الخامس شعار صدى لاجن ام الزبار سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. ثاني والناموس لاجن الشحاني على فوز شخصيه والذهبي سالم بن فران المري بطل هذا الشوط من قدم العرض المميز ما شاء الله تبارك الرحمن. 6 دقائق 4 ثواني بدون اجزاء من الثانيه. ثانينا لك يا الذهبي سالم بن فران من قدم لنا شخصيه لاجن الشحاني. بينما المركز الثاني نوايا لاجن ام الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامه الهاجري. 6 دقائق 4 ثواني 68 جزءا من الثانيه. بينما المركز الثالث عروبة لاجن ام الزبار ناصر بن حمد بن مسبر الشهواني الهاجري. 6 دقائق 12 ثانية 64 جزءا من الثانية. ثاني نون ناموس لجميع الفائزين.